قبل ما نقول اي حاجه في الموضوع ده، مهم جدا انك تبقى عارف الكلام ده موجه لمين. الكلام ده موجه لكل واحد بيعاني في حياته، لكل واحد شايل الهم، لكل واحد الدنيا حطت عليه، لكل واحد الناس واقفه ضده. وهنتكلم عن نموذجين لاتنين مسلمين اتشتموا في دينهم. الاول شادي سرور، واحد من مشاهير السوشيال ميديا واللي بيقدم محتوى كوميدي واللي قناته على اليوتيوب اتعدت المليار مشاهده و4 مليون ونص سبسكرايب. شادي سرور اول امبارح نزل بوست على الفيسبوك بيقول فيه كلام كتير جدا، اهم جمله فيه لما قال سبت الإسلام بسبب العنصرية والجحود في قلوب الناس اللي المفروض مؤمنة بالله. أنا لما نزلت بوست وقلت إن أنا سبت الإسلام، أنا فعلاً سبت الإسلام بتاعكم ده، إن الدين ده شيء نقي. بس للأسف المجتمع بتاعنا هو اسمه مسلم فقط، لكن بالفعل مفيش. كل إنسان دخل وشتمني انا بعبد ربنا احسن منكم كلكم. الكلام اللي هقوله مش لشادي سرور بس، بل لكل واحد بيعاني لاي سبب من الاسباب. ايه علاقه الناس بايمانك بالله؟ ولا حاجه. ايمانك لنفسك والحادك برضه لنفسك، بس المهم ما تخلقش لنفسك مبررات مش حقيقيه. الدين هو عباره عن فكره المفروض انك مقتنع بيها، وما ينفعش نحاسب الدين بناء على تصرفاتنا، ولكن تصرفاتنا هي اللي المفروض تحاسب بناء على الدين اللي احنا مؤمنين بيه. وعشان كده لازم تسال نفسك سؤال، هل التصرف ده يتوافق مع الدين ده ولا لا؟ ولو لا يبقى انت اللي عندك مشكله مش الدين. ودي حقيقه الحاد شادي سرور، انه ما الحدش عشان الدين نفسه. دول كانوا بيهاجموه بافظع الشتايم والكلام اللي يجرح واللي يقطع القلب. كان كل هدفه ان هو ازاي يرضي الناس، ازاي يخلي الناس كلها ترضى عنه. انا دلوقتي وصلت للحظه اكتئاب انا مش قادر اتحرك في حياتي منها. اما النموذج الثاني هو محمد صلاح، ربنا يكرمه وينجح اكتر واكتر. صلاح اللي اتشتم في الملعب وقالوا له يا مسلم، والكلام ده اتصور والعالم كله شافه. مش انت اللي كام واحد كتب لك كام كومنت فزعلت وقلت المسلمين وحشين؟ على الرغم ان اللي شتموك مش مسلمين بس. المشكله لما تكون غايتك انك عايز ترضي الناس، اوعى تخسر نفسك ودينك عشان مدح الناس او ذمهم. اوعى تكون ضعيف قوي لدرجه انه عشان الناس انتقدتك او شتمتك ما تكملش الفكره المفروض انك مؤمن بيها. للاسف دلوقتي اغلب الناس بتدور على الراحه والشماعات لمشاكلهم بشكل مبالغ فيه، وكاننا بندور عن الجنه في الدنيا، ومش مدركين ان الضغوط والمشاكل هي اللي بتختبر مدى ايماننا وتعلقنا بالفكره وتفاصيلها وتخلينا الكلام ده بقوله لنفسي قبل اي حد. احنا كلنا هنموت ومش هيفضل غير اعمالنا، مهما كانت الضغوط والقرف اللي بنمر بيه محدش هينجدك غير اللي خلقك، هو الوحيد القادر على ده. فكر الف مره قبل ما تعمل حاجه تندم عليها، ويعالم هيبقى لسه فيك نفس ولا لا، عشان لو ملحقتش محدش هينفعك، ولا اللي شتمك ولا اللي وقف معاك. وافتكر ان رضا الناس غايه لا تدرك، ورضا الله غايه لا تترك. فاترك ما لا يدرك وادرك ما لا يترك. سلام.